يا بابا انا كمان بحب البزاق. تعالى بزاق قوي. تعالى تعالى. ايه انا عايز ثواني يا بابا. ثواني اقفل. ثواني ايه مش بيك يا بابا. ثواني ليه؟ انا عايزك تشيل الملك عاشور ده من دماغك والعاشر والتاسع. ليه؟ عايزين ننزل نصور حلقه للناس في الشارع. المصريين يا علي. مالهم المصريين؟ المصريين عايزين يا ابني. ما انا عايش في مصر ومتاسع. المصريين عايزين علي ينزل يسالهم بس. صلى الله عليه. بصي يلا يا جدع. حاضر. يلا طيب. طب ثانيه واحده بس. ثانيه واحده حبيبي. ايه يا قلبي حبيبتي؟ النوم صوم رمضان؟ لا هنحاول. قولوا انت رسائل ايه اللي بتخنقك بتاعه رمضان دي؟ خلاص يا عسول شهر رمضان على وصوله. ايه الجو ده؟ ايه رايك في الرسائل دي؟ رخمه جدا. بيجي لك واحد يقول لك ممكن اعلق الزينه عندك، يبعت لك رساله كده ويجيب لك صوره زينه. جالك رمضان بوكس؟ لا. ما جالكيش رمضان بوكس؟ وانت ما جالكيش اي بوكس؟ لا 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 لسه منزله ستوري عايزه البوكس ده بس لسه ما جاش. ننشد بس الناس ولاد الحلال، لو حد عنده نظر يجيب اي بوكسين للبنتين دول عشان عايزين رمضان. في واحد ناوي يجي لك قريب وبيسال عليكي، ولو شافك هيضربك. اسمه رمضان كريم. يلا اعملوها في اللي زيكم بقى. يلا. احمد ناوي تصالح الناس اللي اذوك قبل رمضان؟ طبعا. هتصالحهم؟ عشان ايام مفترج. عشان ايام مفترج بس. طب وبعد رمضان ناوي تعمل معاهم ايه؟ هضربهم. طب انت مرتبط؟ جبت لها رمضان بوكس؟ لا اجيب لها ليه؟ او انت جالك فانوس ومطلوب منك انك تحط عليه شخصيه معينه، ايه الشخصيه اللي تحب تحطها عليه؟ محمد صلاح. محمد صلاح؟ جدع. عرف بيك؟ اسمي عبد الله. عبد الله؟ عبد الله ناوي تسامح كل اللي اذوك قبل رمضان؟ يعني ممكن. ممكن؟ يعني تحب تقول لهم ايه؟ الله يسأل لهم بقى. محترم يا بودي. طب انت ايه رايك في لبس البنات بعد صلاه التراويح؟ انت لسه شايف واحده معديه حالا وانت يعني ايه مش فاهم؟ يعني كلها قله ادب في قله ادب. يعني انت تحب توجه لهم رساله ايه يعني؟ احترموا نفسكم بقى، كفايه قله ادب. كفايه ايه؟ كفايه قله ادب. طب وانت بتبص عليهم ليه؟ ما بصراحه في شو واحده فوق واحده تحت فلازم كلها تتفرج. طب ما تدعي الخلق للخالق. لما تدعهم انت. محترم. استاذه مريم ناويه تسامحي اللي اذوكي قبل رمضان؟ مفيش الكلام ده خالص. كل يوم بقى اسم كده وندي عليه ان شاء الله. طب وجه لهم رساله كلهم مره واحده كده يعني عشان ناخد ثواب الجماعه. ثواب الجماعه؟ مره واحده. تحرقوا كلكم بجاز بقى. ما شاء الله ما شاء الله. وانت جالك رمضان بوكس؟ محدش عبرني. محدش عبرك؟ احنا يعني اهتماماتنا اكبر من كده بكتير. زي ايه؟ كتير فاهم يعني. انا لا مفيش اهتمامات خالص ان شاء الله. الرسائل اللي حاولتي تعملي لاصحابها بلوك بمناسبه رمضان؟ خلاص يا عسوله رمضان جه. رمضان كريم. يا ريت اللي زعلان مني سامحني. كلام كتير كده. بترد عليهم كلهم؟ لا ما بردش اصلا. بتبلكي عادي على طول؟ ما انا فاضيه للكلام ده والله. والله لو جالك اد من واحد مسلم صايم واخد بالك موحد بالله وقال لك اختي في الله ممكن تقبلي الاب بتاعي هتكسفي؟ عشان رمضان يعني كده. لا ما يصحش. يعني ايه؟ ما رمضان يا ذكي. هتقبليه؟ نكسب ثواب. الاكونت بتاعي اسمه علي سعيد واخد بالك؟ هتلاقيني حاطط اعمل شعري كده على جنب واخد بالك؟ هبعت لك اد عشان كلنا نكسب ثواب. نكسب ثواب. محمود ناوي تسامح الناس اللي اذوك قبل رمضان؟ هو رمضان امتى اصلا؟ انت مرتبط؟ لا سنجل. سنجل؟ بتعرف ايه عن رمضان بوكس؟ مين رمضان بوكس ده؟ ده واحد يعني ولا هدية؟ لا رمضان بوكس. ايه؟ ما تعرفش رمضان بوكس؟ لا والله انا اعرف واحد بيلعب بيت بوكس. ما اعرفش رمضان. لا رمضان بوكس اشهر منه. ده بيعمل ايه طيب؟ إيه؟ فاهمني بيعمل ايه؟ بيعمل شو رمضاني. بيطلع كنافة من ضهره. ناوي تسامحي اللي اذوكي قبل رمضان؟ لا. لا؟ لا طبعا. طب تحب توجه لهم رسالة ايه؟ منكم لله. شوف المصريين متسامحين ازاي؟ شوف البنت وصفائها تقول لك منكم لله وحاسبينك عليهم كمان. ايوه. والاستاذة ابو سيد. لا ممكن اسامح عادي. كله؟ كله. انت جالك رمضان بوكس؟ معلش انا عارف ان السؤال تقيل شويه. يعني ايه رمضان بوكس؟ والله انا ما اعرف يعني بس انا بسمع ان هو بحاجه كده بتاع 800 جنيه و1000 جنيه. والله؟ ده كلام كفار. في حد صرف 1000 جنيه وجاب لا انا هو صرف جنيه بس مش 1000 جنيه. مفيش الكلام ده. قله الادب اللي انا بقولها دي. يعني شهر رمضان هيجي لها ايه يعني؟ يعني حد جاب لك نص كيلو او كنافه ولا قطايف؟ جات لي سبحه. جات لك سبحه؟ لا وانت ما جالكيش ولا اي حاجه الحمد لله. ما جالكيش اي حاجه؟ كلمينا على الرسائل اللي خليتك تعملي الناس بلوك. خلاص يا عسول شهر رمضان على وصول. أيوة. والحاجه جالك كام رساله؟ جالك كام رساله؟ لا النهارده السنه دي الحمد لله ما جاليش ولا رساله عشان خاطر انا حذرت قبلها. والله وانت جالك رسائل؟ كتير قوي. الرسائل دي بتبقى بالنسبه لك ببص لها وخلاص شكرا يعني. ميرسي يعني يا جماعه شكرا ربنا يخليك. ترد عليهم؟ لا خالص. وانت عندك كراش؟ يعني ايه كراش؟ يعني سبحان الله انا قاعد مع اتنين ملايكه.
قاعد مع اتنين ملايكة. البنت بقول لها عندك كراش، بتقول لك يعني ايه كراش؟ كنت عايز اسالكم سؤال واحد يعني كده، في كلمه هناك في الجزائر اسمها كتير، اللي هي اسمها بزاف، صح؟ عارفها؟ لا، جزائر ليها كلمه ثانيه بقى، في اتنين معناهم كتير، بزاف وحاجه ثانيه، تعرفيها؟ لا ما تعرفيها. برشا؟ لا، بزاف. برشا تونس. 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 جزائر لهم كلمتين، بزاف وحاجه ثانيه، تعرفي الثانيه؟ لا ما تعرفيش حاجه ثانيه؟ لازم تبقوا تعرفوا يعني، لازم تبقوا تعرفوا يا جماعه. لا انت عارفها يعني؟ لا انا ما اعرفهاش والله، بس انا بحاول يعني، اهو ادينا نساعد بعض. جبت لها بوكس رمضان، بوكس؟ بوكس وميكروباص. جاب لك ميكروباص؟ لا. جابلكيش اي حاجه؟ لا. ولا جاب لك فانوس؟ لا. انت مستحمله ازاي؟ مش عارفه. جابلكيش اي حاجه؟ والله ما جاب لي. حضرتك منين؟ من المنوفيه. انا من المنوفيه اللي عند شجر الالوان اخلا. طب وانت ما جبتلهاش ليه رمضان بوكس؟ مش عارف والله، مش لاقي شغل. مش لاقي شغل؟ طب وانت مش ناوي تدور له على شغل لحد؟ انا لا ادور له برده. طب انت ناوي تسامح اللي اذوك على رمضان؟ باكل سنه طيبين. رمضان كريم. رمضان كريم. بس هو مش كريم. بس هو مش كريم. اتفق معاك انه عايز اقول لك يا زلمه مش بخيل على فكره. والله ما بخيل يعني. ما جابلكيش فانوس ولا اي حاجه؟ لا. ليه يا ابني؟ في ايه؟ مش لازم اجيب فانوس يعني، اديتها 100,000 هديه. في ايه؟ ايه 100,000؟ انت بتزلها؟ بتزلها هنا على فكره. ما حصلش. ما جابلكيش اي حاجه؟ لا والله. ليه يا ابني؟ مفيش والله. وانت جبت له كام هديه؟ جبت له بس زمان مش دلوقتي. جبت له حاجات كتير. وجايبه لك تليفون ايفون. ما شاء الله ما شاء الله. انت يعني انت بتبذري وبتصرفي يعني؟ مش منه. طب وانت ناويه تسيبيه؟ لا مش ناوي خالص. اصل انا عايز ايفون. انا عايز ايفون. عايز ايفون والله. بصراحه كده شكيتي فيه مره قبل كده؟ كتير. بيكلم بنات كتير يعني؟ ما تعدش. انت يا ابني مش ناوي تصون بنت الناس؟ انا ناوي اصوم في رمضان. ناوي تصوم في رمضان؟ جاي حلو علينا، جاي حلو علينا ما شاء الله. على ممكن كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا باشا. انت طيب.